Génie surveillance. أهلا ومرحبا بكم في قناة جيني سيرفيونس. في هذا الفيديو سوف نعرض طريقة صنع كابل VGA للشاشة بطريقة احترافية وسهلة جدا، وحتى كيفية اختيار الكابل الصحيح لإضافة كابل RG 45 أو 45 للإنترنت وبالطول الذي نريده نحن، بحيث أصحاب كاميرا المراقبة يحتاجون هذه الطريقة كثيرا. لذلك كابل VGA لكي نقوم بتمريره عبر الحائط أو عبر الأبواب فهو يحتاج إلى ثقب كبير جدا، لذلك بكابل RG 45 نظرا لقلة سمكه يمكن إحداث ثقب صغير جدا وتمريره حتى المكان المراد وضع الشاشة، ثم نقوم بربط الرأس الثاني لكابل RG 45. ولكن كابل VGA كما تشاهدون في الفيديو فيه نوعان، نوع يكون فيه أكثر من 16 كابل، وهذا النوع مستحيل أن تقوم بصنع كابل طويل عن طريقه لأنه معقد جدا. السر هنا يكمن في نوع خاص من كابل VGA ولونه غامق أولا، هذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني وهو الفلتر وهو هذه العلبة الصغيرة الدائرية تكون بعد رأس VGA، فلتر في جهة واحدة فقط. هذا هو سر نوع الكابل الذي يمكن استعماله في هذه الطريقة. أما الكابل الثاني الذي يحمل أكثر من 16 كابل يكون لديه الفلتر من كلا الجهتين، لذلك يجب اختيار كابل VGA ذو الفلتر الواحد وليس فلتران، وهذا هو السر في اختيار الكابل، والذي يكون به 6 كابلات فقط، بحيث أن كابل RG 45 أو 45 يكون فيه 8 كابلات. سيبقى لدينا كابلان لا نستعملهما، بل سنستعمل 6 فقط مع 6 كابلات في كابل VGA بعد التقطيع. ويمكنكم مشاهدة الطريقة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. إذن بعدما رأيتم الشرح الأول في الفيديو عن كيفية اختيار الكابل ومدى فائدته من مزايا لربط شاشة التلفاز مع DVR، الآن سوف أترككم مع طريقة ربط كابل RG 45 للإنترنت مع كابل VGA في هذا الفيديو. ما عليكم سوى ربط كل كابل بكابل مماثل، ومن الأحسن اختيار الألوان المناسبة مثل التي توجد في كابل VGA. فكابل RG 45 هو كذلك يحتوي على ألوان مماثلة أو مشابهة ما عدا الخيط الذي ليس مغلف وهو على شكل خيط نحاسي، فهذا من الأحسن أن نختار له الكابل ذو اللون أبيض وبرتقالي، نظرا لأنه يشبهه شيئا ما، ولكن نحن لا يهمنا هذا اللون، ما يهمنا هو أن يقوم بالتوصيل بشكل جيد. هنا نقطة أريد أن أشير إليها، ففي هذا الفيديو لم أقم بتلحيم كل نقطة في
خيط الار جي 45 مع الفي جي ار. لذلك يفضل ومن الأحسن أن نقوم بتلحيم كل خيط على حدة حتى لا ينفصل عن مكانه ويثبت، نظرا لأن الخيط الإنترنت أو كابل ار جي 45 عند الاهتزاز البطيء يمكن أن يتقطع أو ينفصل عن كابل في جي آ ونفقد الصورة. ثم نقول ما الذي يعني، هل هو مشكل في الكابل ار جي 45 أو مشكل في كابل في جي آ. لذلك يفضل أن نقوم بتلحيم يعني سودور، يعني نسودي الخيط ما بين في جي آ و ار جي 45. سأترككم مع بقية الفيديو.
هنا إخواني أكون قد أنهيت هذا الفيديو، شكرا على متابعتكم، فلا تنسونا بالضغط على الاشتراك والإعجاب ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.